أهلا بحضراتكم. زي ما ذكرت لحضراتكم في مقدمة الفقرة، فن شديد الشعبية وتراثي بحق، وهو فن يلخص حكمة الإنسان البسيط الشعبي أمام القوى التي لا يستطيع مواجهتها مواجهة كبيرة، وكان وسيلة أيضا للغزل والحكمة بشكل عام، وله امتدادات. وكما ذكرت يعني أن منشأه وموطنه الأصلي هو مدينة قنا، حيث ولد أحمد بن عروس. وأحمد بن عروس شخصية تثار حولها الكثير من الأقاويل، حتى أن البعض اعتبره شخصية خيالية، ولكن أحمد بن عروس من مواليد قنا في عصر المماليك، وقيل عنه أنه عمل في تدريس للأطفال، وقيل أنه اكتفى بالشعر، وقيل أيضا عنه أشياء أخرى أنه كان عاطل عن العمل نعم وعمل كقاطع طريق، قيل أشياء كثيرة جدا. ولكن للتثبت من صحة هذه الأمور يعني سوف نسأل أيضا ضيفنا، وهو الشاعر أحمد شباط، الشباط. أحمد الشباط. نعم برحب بحضرتك. وهو بالإخوان. من مواليد محافظة قنا أيضا، وهو كف جوال ومالك لناصية الواو. برحب ربنا بحضرتك مرة يخليك يا أخرى. فندم، أهلا بيك. يعني نبدأ، مرحبا. كيف نبدأ؟ شوف قولي، شوف قولي كامل ممنقوص، والعلم بلدي حصونه، شباط وشاعر ومنقوص، والواو في قلبي هصون. الله. أحمد شباط، شاعر عمية وفن الواو، عضو نادي الأدب بقصر ثقافة قوص، جميل. محاضر مركزي، من مواليد قرية جراجوس. لي 3 دواوين. أول ديوان كان بعنوان من حقي، وده عن سلسلة إشراقات أدبية هيئة الكتاب، نقش في المعرض الدولي للكتاب سنة 2004. السنة دي لي ديوان اللي احنا بصدده الآن، أشواط من قول الشباط، عبارة عن مجموعة من فن الواو، ثم في آخر الكتاب مجموعة من المواويل. جميل. ده صادر طبعا عن سلسلة ورقات للنشر والتوزيع. منساش إن أشكر أخي وصديقي الشاعر حمدي حسين والفنان صابر، لأن هم تعبوا في إن هم يعملوا سلسلة للفنون القولية. أنا كنت واحد من 5، وبرضه تناقش في المعرض الدولي للكتاب هذا العام زي ما قلت لحضرتك. فن الواو زي ما ذكرت حضرتك، انا لن اضيف طبعا، انا بكرر ما قلته حضرتك، انه فن الواو ده فن شفاهي شعبي، وطبعا كان معظم اللي بيقولوا ده كان يعني ناس مش متعلمه، بسطاء قديما. قديما، يعني كانوا بيعتمدوا على التداخل الصوتي في البنيه يعني. زائد ان هو زي ما احنا عارفين برضو انه هو عباره عن 4 شطرات، نعم في منه المكفول وفي المفتوح. جميل. الشطرة الأولى والثالثة الأولى بتنتهي بنفس والثالثة بتقف القافية، بالقافية، والثانية والثانية والرابعة ينتهوا بنفس القافية. إيه الفرق ما بين من المفتوح المكفول والمقفول؟ تمام. المكفول ده يعتمد على الجناس التام، يعني الكلمة هي الكلمة والمعنى مختلف. برضه الأولى مع الثالثة والثانية مع الرابعة. وفي اللي هو الجناس التام يعني. وفي الجول المفتوح اللي هو فقط يعتمد على القافية. طبعا زي ما حضرتك برضه قلت إن هو من بحر ممتص وآتي مجزوء، يعني آخر تفعيلة فيه مش موجودة. أقدر أقول برضو توحيدي بالله وصلي من قبل ما ألمس، وطه بمدح محمد وصلي الله يسعدك. مؤمن بعيسى وطه. الله. توحيدي بالله وصلي وصل إلي، أو تولد بيأذن في ودنك. صحيح. توحيدي بالله وصلي من قبل ما المس وطه، وهنا بتكلم عن الدنيا، وطه يعني الارض قبل ان تطع قدمي الارض. جميل. توحيدي بالله وصلي من قبل ما المس وطه، بمدح محمد وصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه عليه والسلام الصلاة والسلام. مؤمن بعيسى وطه. الفن، هذا الفن في قنا بيقدم أين؟ هو في قنا تحديدا عندنا احنا في قوص، وفي نجي حمادي.
انا يمكن اتيحت لي الفرصه ان انا يعني فين؟ انا اقصد المكان، اماكن مفتوحه قصور في الثقافه، المسرح، في قصور ثقافه. حضرتك قصور الثقافه، وبعدين كمان شعراء فن اللغه عندنا في جنة لا يعتمدوا على الهيئات الحكوميه. يعني ممكن انا اتواصل مع اصدقائي في فن الواو، نقعد في زرع، وده احنا بنفضل ده تقعدوا فين؟ زرع، في الزرع. في الزرع، وهو ده تمام. مكاننا الاساسي، احنا بنحس وتبتدوا تعملوا بقى نعمل سجال. مسجلات بقى. السجال، وما امتع السجال مع مجموعه بقى متخصصه في فن الواو. إذن الارتجال عنصر أساسي في هذا الفن. عنصر اساسي، بس مش كل شعراء فن الواو عندهم الارتجال، مش عندهم الموهبة دي أو موهبه القدرة دي. الارتجال تحديدا. صحيح. وموهبه الارتجال برضه فيها اشكاليه. ايه هي؟ إيه هي؟ ان انا لا اتي بالمضمون الصحيح 100% لا على مستوى الوزن ولا مستوى المضمون القوي او في الصياغه حتى او في المعنى. فبجيب حاجات سريعه، وطالما سريعه بتبقى مش 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 مركبة. قويه. هو ايضا لازم هذا الجوال، نعم، لازم يكون عنده حصيله لغويه عظيمه ده وعنده شيء اساسي، ثقافه يعني شفهيه كبيره، شعبيه، شعبيه يعني هو كبيره. بيعتمد على المفردات الشعبيه. نعم. انا لو ما عنديش مخزون من المفردات الشعبيه هشتغل بايه؟ ازاي؟ صحيح. ما هي الصنع، يعني انا عندي مفردات هشتغل بيها، صحيح. ما عنديش مفردات، والمفردات دي مش جديده طبعا، هي متداوله، من بس انا بس بصيغ بطريقتي، وحضرتك بطريقتك، وشاعر ثالث بطريقته، في نعم. الاخر انا بدي معنى ربما يبقى نفس المعنى، بس انا بقى ليا بصمتي. مين اهم اعلام هذا الفن حاليا، الفتره الحاليه؟ طيب انت كده حطيتني في مأزق. انا هقدر اقول اللي انا على تواصل معهم، لان انا ربما انسى حد، ربما انا ما عنديش خلفيه عن حد بقى ظلمته، صحيح، وانا ما بحبش اظلم حد. لا، فانا عشان كده انا حاولت قدر الامكان هنا استاذنك تكتب اساميهم. قدر الامكان يعني، جميل، مش بشكل جميل. لا ده كويس. طبعا عم عبد الستار سليم حضرتك عارف، طبعا طبعا، هو انا سجلت معه طبعا، هو له الفضل بامانه، له دور في حفظ هذا التراث تمام، كمان. بالضبط. هو اللي عمل اكتر من حلقه، انا تقريبا سجلت معه حوالي يمكن 10 حلقات. وعندنا من الاعلام عموما حسين السهاجي، أخي وصديق حسين السهاجي، ده نعم. شاعر كبير. عندك جابر الزهيري، عندك عادل صابر، طبعا مع الاحتفاظ كلهم من قنا، لا مش عادل كلهم صابر ده من جنة، من قنا. وعندك حمادة الفارسي، وعندك مثلا أنا حاول أفتكر برضو تهام الشاذلي، عندك عبود، عندك فوزي عبد السميع، شاعر كبير برضو من عندي من قوس، جميل. وعندك برضو عبيد أبو الري وخالد غريب، عندك عبود الجناوي، وبرضو يعني هم مجموعه كبيره مين اللي جدا. انت تأثرت بيهم من الاجيال السابقه؟ وهل انا قرات لابن عروس كتير طبعا ده لازم، ده طبعا المصدر طبعا. الام يعني. عندك برضو احمد القوسي والنابي، وعندك حسن زوط، اكيد حضرتك عندك خلفيه عن كل دول، احنا جميل. قرانا للكل. جميل. بس هو الفكره في ايه؟ انت مثلا كاحمد الشباط فين بصمتك؟ يعني اول ما حضرتك تسمع الواو بتاعي ايوه، هتقول ده احمد الشباط، ده او ده عادل صابر، كم ديوان من او ده الواو فوزي عملتها؟ عبد السميع. انا عملت ديوان، وليا ديوان تحت الطبع، جميل. ده اشواط من جول من جول الشباط. الشباط، نعم. نسمع حاجة ثانية؟ نسمع كتير. اتفضل. فيه ناس حكيمة وبصيرة، واحساسها للجي كاشف، لو تعمى فيك البصيرة نور الدناني مكاشف. في ناس حكيمة وبصيرة عندها الحكمة طبعا، وإحساسها للجاي كاشف، يعني هي بتتوقع ما سيحدث من خلال للجاي، إيمانها بربنا، المستقبل. أيوة تمام. لو تعمى فيك البصيرة القلب نور الدناني مكاشف، لو نوروا لك الدنيا دي كلها هتبقى أعمى برضه. حلو حلو. الواو شيطان أمناه، دي كانت في معارضة مع أخوي حسين السهاجي الشاعر الكبير، هو قال حاجة وأنا رديت عليه. والواو شيطان أمناه، ولبسنا تاجه وعمامه، فكينا سحره أمناه، قر فصاحة عمامه. الله الله. برضو ممكن نقول دي هتعجبك قوي، بس هفسرها لك. دنيتنا خبرة وتعاليم، يعني ممارسة، دنيتنا خبرة وتعاليم، مش عد أصل ومخاول، أنا مين وخوالي مين، دنيتنا خبرة وتعاليم، مش عد أصل ومخاول، يا مناش شهادة وتعاليم، كترت عليها المخاول. المخاول ده المكان بحطه فيه أكل البهايم، يعني قصة مش قصة شهادات. أيوه أيوه تمام. والحكمة كانت في الأعمام،
في الناس الكبيرة، عمامنا. ايوه والحكمة كانت في العمام، في الجد تلقى اللي ليك ليك. الواو معاني والعمام مش فض مجلس ولك ليك. الله لك ليك يعني حاجة انت بتلكلكها سريعا. متلكلكة. ايوه تمام. ايوه برضو انا عامل جميل. نقدر نقول ايه، انا بحاول اجيب لك. والكبر مصك وفضاك. انا بقى في سجال مع واحد هو فاكر نفسه الغرور الغرور. هو مغرور وهو الاوحد ومفيش تاني غيره مجال الابداع. والكبر والكبر مصك. مصك وفضاك. مصك يعني خلاك رفيع. ايوه واضح. والكبر مصك وفضاك، تهتف مغارة غرورك، ورينا ذهبك وفضاك، واثبت مكانة حضورك. جميل واضح على فكرة. يعني الشرح خليه انا للغامض قوي. اعتمد انا في لانه كثير من العقليات الواضحه يعني. انا بعتبره فن الوضوح، لانه نعم هو فن البسطاء والفقراء. طبعا صحيح. طبعا لازم يصل لكل الناس، ما صحيح. اكتبش كل حاجات مغلقه ومبهمه وانا افرض عضلات هو على منذ المتلقي. نشأته كان فن للبسطاء طبعا هو والفقراء. فن البسطاء، بس تمام في بقى الابداع لمسه صحيح. الابداع. وانا قلبي ابيض وكشاش، زي الشاش في بياض يعني. يلا انا قلبي ابيض وكشاش، ليه في المحبه طرايق طرق، كيف ايوه اوصل لك انسانيه. انا قلبي ابيض وكشاش، ليه في المحبه طرايق، ما تكونش من الواطي كشاش خواف خواف. كش، يعمل كتافك طرايق. خليك قول الواو، وبعدين لو في حاجة مستغلقة على الفهم نقول، عشان ما نقطعش الاستمتاع بالمربع. والحر صابر ولو جاع، الحر صابر ولو جاع، عالقل شاكر في ربيه، والندل دايس على وجاع، حتى اللي خيره مربيه. الله، أظن مش عايزة أي شرح، دي تمام. واضحة جدا. اجيب لك بقى من ال لما بشوفك بقول اخ، مين اللي شافك وسابك، نظرة عيونك تقول طخ، يخرب مطن اللي جابك. جميل جميل. لم ده في في حاجة. الغزل بقى. ده هنا في بقى الغزل طبعا. الأغراض بتاعت أغرق. هذا طبعا الفن، أغراضه زيه زي يعني اي لون حاجة. الغزل، وإيه تاني يعني؟ قول لي أغراض هذا الفن. في غزل، في اجتماعيات، في جميل. حكمة، الله. في انا مثلا بنتقد شيء غير راضي عنه، فيعني ممكن يبقى الموعظة. تمام. ممكن يبقى برضو احيانا، زمان كان برضو في الحجاوي والالغاز يعني، ممكن اقول لك لغز مثلا من خلال مربع من وانت خلال تفك. مربع. تمام. جميل جميل. اقدر اقول برضو مثلا ايه، واهب حياتي اراضيك، واهب حياتي اراضيك، واسقي بيدي في خوخك، افدي بروحي اراضيك، وانت نصب لي في خوخك. الله الله. اشرحها دي ولا واضحة؟ لا دي واضحة طيب. جدا. واهب حياتي اراضيك أراضيك يعني كي عشان ارضيك. ترضى عني، نعم. وأراضيك اللي هي الأراضي، وفخاخك جمع فخ جمع فخ. تمام يا فندم. يعني. تمام. انا ادخل لك بعد كده على ايه. جيتني بتحبي بهطاطيل، هطاطيل دي اللي انت بتسموها هنا الرياله. جيتني بتحبي بهطاطيل، ومسحت عبطك بيدي، خلاك زمانك بمناطيل، ومعاي بتاخد وتدي، حافظك عديم المبادئ، والحاجه هي اللي طراك، زمنك لو اداك تعادي، والقل زلك وطراك. خلك خلك حني. طري. تمام. طيب احنا هنذهب لفاصل برضو في نفس الاتجاه، ثم نعود لمواصلة هذا الحوار مع الشاعر القنائي أو القناوي أحمد الشباط. ورفعت للعشق راية،
الدجاري في ربي لاجلك عشقت القراية. مصر حلت مراكبي ورفعت للعشق راية. يا مصر حلت مراكبي ورفعت للعشق راية. داني الجاري في ركبي لاجلك عشقت القراية. يا ليلي يا عيني يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا عيني يا ليلي يا ليلي. ده سمر مصر وفرح مصر وعشق مصر. جاجا كتير وقال جاجا. هنقول يعني جاجا. اقول جاجا. عليك يا ابونية سودة. جاجا كتير وقال عليك يا ابونية سودة. يا مصر يا ام الرجال النيل هتشد عوده. يا سلام. لا مش ممكن. تاني تاني. جاجا كتير وقال ايوه عليك يا ابونية سودة. نعم. يا مصر يم الرجال النيل هتشد عوده يا حاج يا خليفه. صحيح. صحيح. النيل هتشد عوده يا خليفه. اصحى معايا يا واد. اصحى يا واد. اصحى يا خليفه. اصحى يا خليفه. استاذ صفوت بيقول جاجا كتير. جاجا جاجا يعني ايه؟ انتوا عارفين الغراب لما يوقف على البيت ويجاجي. فالغراب ده فأل سوء على زمان كانوا يتشائموا بالطيور بالغراب وبالبومه. فكلمه جاجا هنا معناها صوت الغراب لما يجاجي صوت الغراب. الحقيقه مصر وحب مصر وابناء مصر. احنا انا بقول يا مصر دارك دي داري. يا مصر دارك دي داري احمي حماها بسيفي. يا مصر دارك دي داري احمي حماها بسيفي. يا مصر انا وحش داري ازرع ربيعك بصيفي. اسم الله. اسم الله. يعني تزرع الربيع بالصيف بتاعنا. بالصيف بتاعها. طبعا عبد الستار سليم وصفوه البططي توفاه الله يعني، ونتمنى الصحة والسلامة لأستاذنا عبد الستار سليم. الحقيقة كمان في من المربعات الجميلة الطبيب الجرايح قوم الحج وهات الدواء اللي يوافق. في ناس كتيرة بتعرف الحج ولاجل الضرورة توافق. من الـ نعم. من الـ من المربعات الجميله طبعا دي. مش عايز انسى برضو حضرتك من اسوان ابو امير الاسواني طبعا، الشاعره اميره حمود دي شاعره برضو كبيره برضو يعني في جانب نسائي في يعني ابتدى عدد كبير. طبعا لا اميره محمود دي تحديدا شاعره كبيره. في اكتر من واحده في اكتر من اسم بس اعتقد ان دي اكتر دي اهمهم يعني. طبعا اكيد اكثرهم برضو عندنا احنا المرحوم محمد خربوش من البوص. طبعا والمرحوم احمد ورداني له كتاب له كتاب مشهور خربوش بس انا مش فاكر اسمه. خرابيش خربوش. خرابيش خربوش. وشقوق في حيطان الحلم برضو. وشقوق في شقوق في حيطان الحلم. نعم شقوق في حيطان الحلم. يبقى برضو وردينا برضو من جريوس بلدي المرحوم احمد ورداني كان شاعر قوي. جميل. بس توفاه الله يعني. جميل. برضو محمد الخضري وعندنا كمال الحمراني وعندنا مجموعة كبيرة مش عايز يعني انسى حد. عندنا برضو الاستاذ مراد. وده الاستاذ مراد ده هو اللي تبناني اول ما بدأت قصر الثقافة اتردد كشاعر. هو اللي تبناني صراحة. اسست في بلدي ودي حتى مهمة انا مش عايز افوتها. بلدي جرجوس اسست فيها مهرجان جرجوس الادبي الفني. ده سنة ده من سنتين.
وكان معايا الأديب الكبير خالد العجيري، والناقد الأدبي الكبير سليمان جادو، والفنان العالمي الفنان التشكيلي محمد عبادي، ده من قريتي من جرجوس، حد رائع يعني في الفن التشكيلي رائع. التوثيق لهذا الفن، هل في خطر عليه الفن دوت من الاندثار مثلا؟ والله هو الآن لا، يعني كان ممكن زمان، الآن دلوقتي أعتقد أن شعراء فن الواو كثر عندنا في الصعيد. صحيح. يعني عندنا سوق الخطار، مش عايز يعني بحاول افتكر لحضرتك كمال الحمراني وعمر شمروخ، يعني مجموعه كبيره. وخصوصا ان انت بتقول لي ده ديوانك الثاني، يعني هنا كان الاول قديما كان فن شفاهي، وهم مش يعني ما لا يجيدوا الكتابه والقراءه، ومع ذلك كان بيتوارثوه الاجيال. مع التوثيق بقى، مع الكتابه كمان وخروجه في دواوين، اعتقد انه لا لا لا, لا ده هيبقى، اعتقد انا اللي جاي هيبقى فن واو والفنون القويه اللي جاي. فن الواو، فن واو ومويل، ويعني هو ليه انت متوقع ان هو يبقى فن الواو في المستقبل له دور وحضور أيوة كبير كده؟ ليه؟ لان الهويه بقى بدات تتلاشى، احنا بنحاول نرجع ده. صحيح. الناس بتتوق دلوقتي للزمن الجميل. صحيح. حضرتك يعني بمنتهى البساطه، انت بتسمع الاغاني الحديثه ولا رجعت لام كلثوم؟ لا طبعا، للاصاله طبعا، واصاله والناس اللي الكلمه لها قيمه. هنا في الفن الشعبي تحديدا الكلام ليه مضمون وليه معنى. صحيح. ويسلطنك. صحيح. فبالتالي انت حتى رجعت، حتى عندنا مثلا الرباب والمزمار بتداخل مع فن الواو، الناس بدأت ترجع بتحس ان الماضي كان اجمل. كمان الفن متهيألي من اسباب نجاحه في المستقبل كما تتوقع، انه يشبه العصر الحديث، التويتة بتاعت او البوست الصغير ومكثف، التكثيف الشعري اللي بيلخص حكمة عظيمة، والناس ما عندهاش دلوقتي نفس تستنى، ما عندهاش وقت للحاجات الطويلة. ولا لا، هو عايز حاجة صغيرة. صحيح. تأدي الغرض والمضمون. بالظبط. الجنوب ده يعج بالله. يمكن انا اتيحت لي الفرصة هنا عند حضرتك، الجنوب ده مليء بالمبدعين الكبار. صحيح. الكبار دائما ابدا. الجواهر نجدها في الاعماق ونجدها في الجنوب، وخصوصا الفن الشعبي. نسمع حاجة من الجواهر دي. تمام يا فندم. من المواويل. انا يوم عزفت الشعر كنت انت في اللف. انا يوم عزفت الشعر كنت انت في اللف. ايوه. ولا ليك تمن ولا صوت ولا تجلف الدف. سيبك من التهييس واللف والتهجيس، والدنيا لما تهيس تتشقلب الكف. الله الله، ده كده يقترب من الهجاء كمان. يا طبعا طبعا، واضح جدا وده غرض شعري عظيم كان موجود يعني عند الشعراء القدامى. نعم. منذ ظهور الشعر نفسه. كوم الندالة اتفق. شوف، كوم الزبالة، يعني كل مفردة. أيوة. هي موظفة. أيوة. في مكانها. أيوة حلو. كوم الندالة اتفق، عزلوا الأصيل فردوه، طلقوا عليه إشاعات مر الحديد فردوه، اكمنوا واجهة وجد، مكروا عليه يتهد، لما لقوه اشتد، مسحوا لجوخ وددوه. الله 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 الله. هنا خليني بقى في الندل ده أقول، ولا حد خالي من الهم حتى السعف في جريده. السعف في جريده. حتى في جريده. السعف في جريده. حتى السعف في جريده. السعف. السعف اللي هو سعف النخلة. مظبوط. حتى السعف في جريده. لا، ما هنا اللهجة بقى احنا. حضرتك كده قولها انت. طيب. لازم تسمع، لانه هنا الوزن هيسقط من حضرتك، لان انت مش عارف مفرداتنا. طيب. ولا حد خالي من الهم. خلينا. حتى السعف في جريده. اياك تقول للندل يا عم لو كان روحك في ايده. هنا كده الوزن مظبوط من خلال فاصل اللهجة. ونعود. حبيبي. ولا حد خالي من الهم حتى جلوع المراكب، اوعى تقول للندل يا عم ولو على السرج راكب. لو كان على السرج راكب. ولو كان ولو على السرج راكب. ولو على السرج ماشي. تمام كده مظبوطه موزه. ولا حد خالي من الهم حتى السعف. حتى السعف في جريده. تمام. اوعى تقول للندل يا عم لو كان ولو كان روحك في ايده. تمام. انا عايز افهم ليه
الفن الواو كان مركز مع الاندال قوي يعني في عشان كتار في اكتر وانت كمان ويغيظوا هم اكتر في مجتمعنا يعني ويغيظوا فمشكاري لف الجول ايوه انا مشكاري لف في الجول ولا ليا في المحشي ووزن كلام معقول ولا هنت المحشي الله شباطي اب وجد ملهم سريع الرد تلقاني ساحة الجد فارس ما برمحش الله الله يفتح عليك حلوة قوي لو عايز تفضل أو نسمع حاجة تانية حاضر جميل جميل جدا فوت نفوخك هرب بيك يعني الجنيد أيوه فوت نفوخك هرب بيك ونسيت دناوت جدودك أيوه فوت نفوخك مفهومة هرب بيك ونسيت دناوت جدودك خد وعد مني هرب بيك لو ما التزمتش حدودك الله الله برضو ندخل بقى غزل بقى وحكمة مغرم يا من جاء أنا من ريحة والرص مغرم يا من جاء أنا من ريحة والرص بحلم بيوم الهنا ده أنا دبت من بصة أمك عبير زبدتك وعويسي ريك شفتك واللي زرع بذرتك تيموري وتوصى الله الله ده كل انواع المانجو يعني فاكهه محببه جدا للمصريين مدينة المانجا وال طبعا واضح واضح برضو بتكلم عن برضو انه راجل جوز بنته زواج تقليدي او باعها من الاخر فبقول ايه ورده في حضن الثور ورده في حضن الثور من ابوها دار راسه ضحى ببدر بدور كان غايب احساسه رسع البهيم العطى والحزبة متلخبطة اول ما شد الغطى قتلتها انفاسه الله 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 هنا طبعا اللي بيتاجروا بالجواز او بيزوجوا بناتهم لمجرد ان هو ساري او معاه يعني فلوس نعم. ايوه يسحر قلوب ملايين لو فات يسحر قلوب ملايين لو فات وجماله ابداع من ربك ده شفايفه بتنقط شربات والضحكه بتغني احبك الله 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 والود الود الحب الود مش سهتنه ولا دغدغه احاسيس الود مش سهتنه ولا دغدغه احاسيس ولا قول بحبك انا ولا دردشه على الفيس ده اللي يحب بجد تاني الود مش سهتنه ولا دغدغه احاسيس ولا قول بحبك انا ولا دردشه على الفيس ده اللي يحب بجد يظهر عليه الود من غير سؤال ولا رد فاهم لغاك وحسيس يعني انا عايز انبه حضراتكم كمان لبساطه وعصريه استخدام شاعرنا احمد الشباط للمفردات العصرية بتاع المتداولة اليومية التهجيس الفيس تمام هذه المفردات اليومية العصرية بيعاد العصرية أيوة. اليومية بيعاد بيعيد صياغتها ولكن بيحطها في قالب جميل لو خرجت عن السياق الجميل اللي هي في القالب فيه ده هتبقى مجرد كلمات عادية حضرتك كلمت عن حاجة كنت عايز اتكلم عنها كل شعراء المجيدين او في ناس كتير منهم بيستخدموا كل المفردات القديمة لا صحيح. يأتي بجديد صحيح وده قصور يعد قصور لا ما هو الشاب العادي محتاج المفردات الآنية تشده تشده ليك هات المفردات الآنية بس تستخدمها بقى بشغل الإبداع انت بتستخدمها حلو في المربعات دي صحيح تمام بستخدمها صحيح. بشكل إبداع يعني مثلا عامل ايه من يوم وقلبك بخطين زي الموبايل من يوم وقلبك بخطين وانا خط واحد شريكي بعت رسائلك على مين ليانا ولا شريكي بعتت رسالة بالخطأ أو طيب. جميل يعني بعض هذه المربعات بتكتبها من وحي تجربة حقيقية مثلا أكثرها أو تجارب آخرين واللي أشبه بالهجاء دي بتبقى فعلا هجاء ومناظرات ما بين طبعا كتير أنا عامل مسجلات كتير مع حل. مثلا عبيد أبو الري وعامل مع حسين السهاجي وجابر الزهير الحبيبي عامل مسجلات كتير قبل ما أنسى برضو أحب يعني طبعا أشكر جدا أخواتي بيدعموني كتير على كل المستويات يعني في هذا المجال وطبعا الوالد الله يرحمه كان حد كبير في البلد وله اسم كبير
وانا خدت اسم الشباط ده يعني امتنانا واحتراما للمرحوم ابوي، لكن كان له وضع اجتماعي غير عادي. امي الله يرحمها تكاد تكون هي اللي علمتني الشعر من خلال الدندنه اللي كانت تدندنها وهي مثلا بتربي الاطفال. انا اكتشفت ده لما كبرت، كانت تقول شعر مش بتاعها يعني حفظاه، فمن خلال الموسيقى اللي كانت تعملها اعتقد ان انا اخدت لقط منها ممكن جدا جدا. لا استبعد ده يعني. الله يرحم ابوي وامي كانوا حد يعني، ربنا يرحمهم طبعا. يعني برضو ما انساش ان انا، وده الناس ما تفهمنيش غلط، يعني زوجتي تحملت الكثير وتتحمل في ان انا مثلا بغيب كتير عن البيت لما بروح المهرجانات والمنتديات الادبيه. يعني كتر خير اي زوجه تحتمل شاعر او مبدع انه في الغالب مش موجود في المنزل. فانا بس المهم تروح مهرجانات فعلا ومنتديات، ما تروحش. اديني بستدل مع حضرتك اهو، ده اهم حاجه. انا على الهواء اهو. طيب نقدر نقول صدقت فيك رقتك والضحكه وعودك والدندنه في همستك واللحن على عودك، انا كنت لك مدرسه وفي شطن قلبك رسى، ازاي عبير اتنسى وانا ورد في خدودك. وانا ورد. الله الله الله، يعني انا ربيتك على ايدي. زمن الهفيه اتقلب بيه، احنا في زمن الهفيه اتقلب بيه، بقي نجم كل الليالي والحر قطره اتقلب بيه، بيعد نجم الليالي. الله 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 الله. يعني في برضو في الغزل في المربع ده، عايز رايك فيه. نعم. اقول له يقول لا، خايف اقول له، خايف يقول لا، خايف اقول له يعني يقول يعني لا. ممكن لان لا خايف هتتكرر لا. تاني في خايف اقول له يقول لا، خايف اقول له مرعوش وخايف. امانه يا قل له قليله حين تريدي على الشفايف. ده انت حافظها كمان؟ طبعا. حلوه طبعا، أكيد. جميل، لازم اكون حافظها. انا ايه، محتاج شرح؟ لا لا لا. طيب. جميلة جميلة جميلة. تمام حضرتك، جميل. تفضل لو في حاجة تانية. لا في كتير، انا بس انا بحاول. وحدي بدوق الالم، تايه مكان ما بروح، ظالم بايده الظلم مليان علل وجروح، حوطتني شرق وغرب، كسبتني سلم وحرب، وسنين بعالج القلب اتريها سكن الروح. الله الله الله. نقدر نقول برضو بالبدر ميت يا هلا، بالبدر ميت يا هلا، ومس الدلال يا هميس، يم العيون مسألة والحل ليها عويص، للضحكة ردت باب، بصت لي باستغراب، قلت الحلا كذاب، اسألني على الأحاسيس. الله الله، اسألني على الأحاسيس. نعم. طيب هقول بس مربع حديث شوية للقامة الكبيرة عبد الستار سليم. نعم. ولا تقولها انت، انت اول ما هقولها هتروح واخدها من اول كلامي. هصلي على الغزالة، على الغزالة عشان يبقى الوزن مظبوط. ما له تمام. واحكي له على اللي حصل لي، على اللي حصل لي، واحكي له على اللي حصل لي، وازرع او وارمي همومي في مشتلي. كده الوزن مظبوط تمام. طب نروح لعبد الستار سليم ونرجع تاني. نروح لاستاذنا. وقال من فن الواو، اول كلامي حصل لي على الغزالة مشتلو، واحكي على اللي حصل لي وزرع همومي في مشاتله. صلوا معايا على البدر، طه النبي المكمل، هزم الصناديد في بدر وصبر لغاية ما كمل. على بختي يا اخي تلوى الزان لما عملت سريري، الزان عمره ما يتلوي لكن بخت. على بخت يا اخي تلوى الزان لما عملت سريري، لو يوزن القول والزان قمحك ما يسوى شعيري. لما ميزان الزمن مال للهلف عبى الزكايب، لما ميزان الزمن مال للهلف عبى الزكايب، واما الوطايا بقوا بمال دخلوا الجنازة بركايب.
جنب الجنايا كوم تراب، جنب الجنايا كوم تراب، والندل شينا وصوفه، جنب الجنايا كوم تراب، والندل شينا وصوفه، مهما كرمت المطراب لا بد ما يعد صوفه. لما دينتك لقضيت ولا قلت ربي يزيده، لما دينتك لقضيت ولا قلت ربي يزيده، وفي يوم ما سننت عضيت يد اللي مدلك ايده. يا مياي غزار وخسايس، يا مياي يعني يا بحور يا مية يعني، يا مياي غزار وخسايس، ما يخوض كل المعرة، يا مياي غزار وخسايس، ما يخوض كل المعرة، اوعى تماشي الخسايس، مشي الخسايس معرة. يعني فعلا 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 الحكاية الخسيس والندل والشكوى منهم يعني عنصر أساسي في هذا الفن، فن الواو، اللي بقول لحضراتكم مرة أخرى إنه في نظريات كتيرة في سبب تسمية هذا الفن بالواو. أول حاجة كثرة وجود حرف العطف واو في نعم. هذه المربعات. تاني سبب بيرجعوا البعض واو. إلى إنه يعني الواو هنا لوقال الشاعر، لأنه وجال. لأن الجوال كتير ما كانش بيبقى عارف المصادر الأصلية لهذه المربعات، هو كان يهرب حضرتك عشان او ده السبب الثالث وده السبب الثالث من بطش الحاكم، وقال الشاعر عشان يهرب من بطش، وخصوصا انه نشأ في فترة المماليك والعثمانيين وكانت فترة جباية وقهر غير عادي، لدرجة ان اللي كان بيشتري جلباب جديد كان بيختم بختم المحتسب عشان يدفع عليه ضريبة، كان يدفع عليه ضريبة. برضه عندنا الشاعر كبير عبد الناصر ابو بكر صحيح. محاول استجمع نعم. شاعر كبير، ومحمد عبد الرحيم البرزي وعندنا برضو عادل الهواري وفايز حمزة، أنا بحاول استجمع، وأبو أيمن صحيح، وعندنا أبو عزوز ومحمود أبو الحج، يعني بحاول قدر الإمكان. عبد الرؤوف جلال قلنا، رمضان أبو خاطر يعني برضو، مبارك الجليعي، حماد العجمي، أبو أيمن، علاء يوسف، محمد البياع، ومحمد الخضري، كتب. مهم قوي التوثيق دوت، وانا بقترح لو في امكانيه للعمل ببلوغرافيا باساميهم فقط لجمع اسامي الشعراء في عبر التاريخ كله، فده يبقى شيء مهم، يعني شيء مهم للتوثيق وعدم ضياع سيرتهم، برضه اعطاء الحق لكل اصحاب صحيح. انا يعني كان المرحوم محمد امين الشيخ واول حد كان رئيس نادي ادب قوس نعم. وانا تلمست على ايده، وليه الشرف ان الله يرحمه كان حد علامه يعني، وبرضه خدت يعني رئاسه نادي الادب 3 مرات غير متتاليه، والوحيد في قوس اللي حصلت على رئيس نادي الادب المركزي على مستوى المحافظه. الله. لا انت رأس. انت واضح تميزك كمان في الالقاء والحضور، يعني انت حد عندك بتحبه عاشق لهذا الفن، والعشق ده اعتقد انه وصل للساده المشاهدين. بص حضرتك، فن الالقاء ده أنا شغال عليه من 30 سنة في مجال المسرح، لأن أنا مسؤول اكتشاف المواهب بإدارة قوس التعليمية إدارة الخدمات. الله تمام؟ جميل. أنا بشتغل على ده من 30 سنة، عندي بنت اسمها علياء عايد أمين، دي حصلت على المركز الأول قمي جمهوري السنة اللي قبل اللي فاتت، وأول مركز يحقق على مستوى الصعيد في تدريبي أنا. في إيه؟ في فن إلقاء الشعر. في المدارس، المسرح المدرسي. في الواو ولا في الشعر بشكل عام؟ لا الفصيح. جميل. وخدت مركز أول في بيت الشعر. أنت بتكتب لون تاني غير الواو؟ أنا بكتب النص الغنائي بشكل موال، والنص الغنائي. الموال والنص الغنائي. طب إيه رأيك؟ معك نص نسمع غنائي. نسمع بس حاجة. قبل ما أسمعك برضو أحب ألقي إنه قصر ثقافة قوس من أنشط قصور الثقافة على المستوى الجمهوري. رائع، نتمنى إن كل القصور الثقافة تبقى كده. وأنا بشكر الأستاذ أنور جمال مدير القصر إنه متاح لنا الفرصة هناك، أنا عامل بروتوكول عمل ما بين الإدارة التعليمية، أشكر الدكتور محمد خلف مدير إدارتي المتفهم لكل أبعاد المواضيع دي، فكل المواهب بستخدمها أنا هناك وأكتشفها أنميها نعمل من خلالها حفلات. رائع. تمام حضرتك؟ رائع. ده على مدار 30 سنة شغال عليه. جميل. فأنا شغال في موضوعي.
يعني دي وظيفتك الاصليه. دي وظيفتي الأصلية. طبعا انا في اداره الخدمات ومعايا الاستاذ برضو علي حزين اللي هو رئيس او مدير اداره الخدمات، راجل يعني صديقي وبيساعدني. طيب نشوف موال، نشوف بقى عقبال موال. ما تختار لنا موال. عايز اقول يا قلبي لكويك بالنار وان كنت عاشق لا ازيدك. يا قلبي حملتني العار وتريد من لا يريدك. نعم ده ابن عروس. نعم وليها قصة انه يعني بيقال ان هو في عمر الستين تقدم لخطبة فتاة في 15 من عمرها، فطبعا يعني هي يقال ان هي هربت منه. نعم. ولم تتم الزواج، وسمي من ضمن برضو القصص الخيالية. نعم. ان هو سمي ابن عروس. نعم. لهذا السبب، يعني العروس التي هربت منه. طبعا انا بهد الموال ده. أيوه. لبنت صغيرة خالص لمار، دي اخر حد. انا عندي 4 اولاد وبنتين. جميل، ربنا يخليهم. فانا يعني من هنا بهدي لهم التحيه، ولمار تحديدا دي غاليه جدا. دي آخر الصغيره اخر خالص. حاجه اخر العنقود. عاشق غنى ضحكتك يا ام الجمال ايه. حس القليب رقتك سلم لك الرايه، عطرك سحر دنيتي توهني عن سكتي، امك اكيد فله والخاله ورداية. الله الله. برضو عامل الموال بيقول فيه ورد وجناين فل حضناه من فاسك. ورد وجناين فل حضناه من فاسك، ست الدلع والتقل والرقة احساسك، انا قلبي داب وانتهى واشواق فات صبرها، يلي عيون المها ورساها عن ناسك. الله 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 الله. دي للامار متاكد ولا كاتبها؟ لا للامار. طيب في برضو دي الحد يعني مخيلت بغرق انا وبتوه من نظره في عينيك. ركز معايا في دي. مركز معاك. بغرق انا وبتوه من نظره في عينيك، زرعوا الحلا وفتوه يطرح في خديك يعودك ده امن وقلق، ودنك يزين الحلق كلك جمال اتخلق وبدايته رجليك. الله 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 الله. يبدأ جمال المرأة من الرجل. والله دي نظريات كثيرة. هي أنا مقتنع بالنظرية. جمال المرأة، يعني المرأة جميلة دايما. نعم. الحقيقة يعني مجموعة جميلة جدا من الأشعار اللي انت بتقدمها لنا، ونوعت في تقديم أغراض متنوعة. في حاجة لازم أنهي بيها ودي هتعجبك جدا. طب مين قالك إن إحنا هننهي؟ إحنا مش عايزين ننهي. طب اتفضل قول اتفضل. زماننا زمن البنانيت، عايشين زمان البنانيت، ممسوس يهزك سلامه لما يوصل السبع للبيت تلاقيه غير كلامه. المرجلة سوقها بطال بطل. المرجلة سوقها بطال، الست هي البريمو، لو سبع يوقف لك الحال طيب له خاطر حريمه، وعمل لي قيمة ووات صح محلى العصايا في ايده، في البيت لا يعطس ولا يكح كما جرو في يد سيده. كما جرو كلب صغير الجرو. هنا هنا ده مش مربعات، ده انت كده بقيت سداسيات وثمانيات. لا انا قلت دول مربعات بس كلهم على حدة، بس انا قلتهم لك ورا بعض. ايوه يعني كله منفصل، كل مربع مربع. يعني انتوا يعني هنا الشعر شعر الواو ملتزم بالمربعات لغايه الأربع أشتر. الاغلب 4 اشهر وتنتهي. امال ايه الخماسيه في ساعات؟ ده 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 في الموال. في الموال الرباعي والخماسي والاعرج والسداسي. ما سمعنا موال برضه. ما احنا انا قلت من الصبح بقول الموال، الموال الاخيره دي خماسيه كده. طب خماسي وسداسي جميل. دي موال اللي هو لا 4 اشهر ده فن الواو. فن الواو سواء مفتوح او مكفول. ليه ارتبط بالجنوب؟ هو فن جنوبي صرف. ليه ارتبط بالجنوب؟ ارتبط بالجنوب لان الموروث الشعبي في الجنوب، واللغه الشعبيه ثريه جدا، والمفردات الشعبيه ثريه جدا. هتلاقينا عندك في القاهره حتى المفردات هتلاقيها يعني سطحيه جدا. وملهاش مدلول ولا معنى عميق. احنا عندنا كل المفردات الـ لسه قاعده بنظرتها يعني كل وباللغه العاميه. باللهجه العاميه. انت تسمعها باللهجه العاميه بس تحس انها ليها رونق خاص. بالظبط نفس اللفظ انا تمام. رونق اللغه الفصحى حتى. صحيح صحيح صحيح. وهو بيعتمد برضه على زي ما حضرتك قلت الموروث، وبيعتمد على مفرداتك انت ايه بقى معجمك في المفردات. ما هو نصيغ ازاي؟ وانا برضه لو ما عنديش علم زي ما انا قلت لك، من يوم وقلبك بخطين، من يوم وقلبك بخطين، ما انا عنديش خلفيه عن الموبايلات مش عارف اعمل ده. طب وزي ما قلت مثلا ضربه كوارع وفشات
والحلو بوظة في زيري واد من جروبها في الشات ما تقولش بنت الوزيري ده الشغل. انا يعني اجيب في الشات العادية خالص واجيب في الشات الشات اللي هو الشات المحادثات المحادثات وشوف في الشات الاولاني كوارع وفي الشات فشه جمع فشه ايوه جمع فشه والحلو بوظه في زيري واد من جروبها في الشات ما تقولش بنت الوزيري ما انا ما اعرفش مين اللي بيكلمني ورا الشات ده هي عامله بقى برنسيسه وبتاع وممكن تبقى حد عادي جدا جدا. وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار هذا الفن طيب كتير يعني انا مثلا عامل صفحه عامل قناه وعندي صفحه اسمها ايه عشان لو الصفحه بتاعتي احمد الشباط وعندي برضو على اليوتيوب في مقاطع كتيره انا سجلت على فكره برضو بشكر الشاعر الكبير حسين القباحي ده عامل طفره غير عاديه في بيت الشعر في الاقصر وكان له الفضل في ان انا كنت احد الناس اللي هو ومحمد جد المولى الشاعر الكبير رشحني محمد جد المولى اخويا وصديق ده اخويا وشاعر كبير من الاقصر رشحني ليه ايه اللي تتمناه خالد الطاهر برضه في الاقصر شاعر كبير جميل. محمد النوبي جميل اخر ما نحاول ان نذكره الان ايه اللي انت تتمنى انه يحدث لمزيد من الاهتمام بفن الواو تمام باختصار حضرتك الوقت ده حضراتكم تتبنوا ده اعلاميا لان انا قدرت اوصل لحضرتك شعراء كبار جدا مش قادرين يوصلوا لحضرتك المشكله دي صحيح. يعني انت شفت عبد الستار سليم كان بيحمل عبد الستار سليم لما كان هناك عبد الستار سليم لما كان هناك ونقلنا ربنا يبارك فيه يعني عمل مجهود كبير جدا في جامع شملنا وان هو يخلينا احنا نقدر نحافظ بس برضه لما جاء القاهره الموضوع بعد شويه يعني انا عشان اجي القاهره بتكلف وانت حضرتك فاهم يعني هل كل الشعراء قادرين على ان هم يجوا على المستوى المادي حتى يجي لحضرتك هنا ده صعب جدا صحيح. عليه حتى على كل المستويات فاحنا عايزين احنا نعمل يعني اتمنى احنا عاملين رابط على فكره وبس حاجات على كدنا يعني احنا بينا وبين بعض جميل. اتمنى ان تتعمل رابطه كبيره هنا ولو عملوا لنا مهرجان سنوي لفن الواو هنا ده هيبقى شيء جميل جدا مهرجان سنوي لفن الواو طب ليه ما تذهبش بهذه الفكره الى المسؤولين بالفعل يعني احنا بنقولها اهو في القناه ولكن والله هم سامعين اهو تذهب بيها الى اجراء حاسم ده فن الواو حتى يعني فن الواو ده اعمل لك حاجه مختلفه احمل لك مود مختلف هنا وهيبقى معاك الرباب وهيبقى معاك طيب المزمار كمل انت بقى الندل ميت وهو حي ولا حد يحسب حسابه طعمه هو كالترمس الني حضوره يشبه غيابه يعني معروف برضو مش سايبين الاندال يعني الاندال واضح ان هم كانوا تعبين شعراء الواو بشكر شعر الواو القنائي القناوي المتميز التنوي. القناوي المتميز احمد الشباط الحقيقه يعني معرفناش ناكل عيش معاك انت يعني جاهز تماما وقائد ولك حضور طاغي حبيبي بشكرك جزيلا ده اللي بشكر حضرتك وارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا وبشكر حبيبي وصديقي خالد العجيري اللي كان السبب الرئيسي في ان انا اجي هنا من خلال معرفه حضرتك اشكر حضرتك انت حد مثقف جدا ربنا حد حبيبي. محترم وانساني على كل المستويات انا قابلتك وانا سعيد جدا واتمنى ان شاء الله نكرر هذا اللقاء واتمنى وجودك عندنا هناك في جنة لنعمل حاجه من هذا القبيل حضرتك بس تنتقل الينا هناك انا هعمل لك بقى ممكن سامر واجمع كل الشعراء الكبار اللي عندنا في الجنوب قدر الامكان وحضرتك تبقى موجود هناك شكرا جدا لك يشرفنا كثيرا بشكر حضراتكم بشكر الاستاذ احمد الشباط مره اخرى بعد الفاصل فن اخر شفاهي منطوق يعني يرتبط ايضا بالتراث وهو فن الحداء مع الزميله سهى النقاش بعد هذا الفصل ودخلني ودعني سافر حبيبي ودخلني ودعني بكى وبلل المحارم قلت له يعني بكى وبلل المحارم قلت له يعني انا قلت ده فراق يا اخي ولا جلع يعني قال لي انت داري بالفرقه وما فيها والله فراق الحبايب مر يوجعني
صاحب اللي كلك في الوداد كله حافظ على الود لو منه الأسى كله حافظ على الود لو منه الأسى كله قدم لك الزاد بصافي نيتك كله قدم لك الزاد بصافي نيتك كله قضي